كما قلت لحضرة القمص، الإنسان المتدين مش قادر يقبل الآخر ولا يستطيع أن يرى في الآخر بوتنشل، يعني زي ما تقول، يعني أنا مثلا بشوف الآخر شخص مخلوق على صورة الله، شخص الله أحبه، المسيح مات لأجله، ولما بتعامل معه بتعامل معه بأحشاء رأفات المسيح. فهيدي مشكلة كبيرة، أنه الناس عامة ما عندهم هيدي النظرة. إما أن تكون مثلي قلبا وقالبا إذا جاز التعبير، وإلا يجب أن ألغيك. تحب تتوسع بهذا الإطار قليلا بعد؟ يعني حضرتك في ذات السؤال وعنوان الحلقة أذكر نفس الشخصين بيبين لنا طريقين، طريق الإيمان وطريق التدين كما سمعنا من الأب الفاضل منذ قليل. فليه هابيل نقول عليه مؤمن؟ السبب واضح جدا، ورد في كلمة الله سواء في تكوين 4 أو في عبرانيين أصحاح 11 عدد 4، إن هابيل احتمى في الذبيحة وقدم قربان يرضي ربنا، فشهد به وشهد لهذا التصرف انه ارضى الله، زي ما قال كتاب في عبرين 11 وعدد 4، بالايمان هابيل قدم. قدم ايه؟ قدم القرابين. فلما قدم هذا القربان اللي فيه ذبيحه قدمت ودماء لان روح الله افهموا هذا الشيء، سواء بطريقه مباشره خفيه سريه او بطريقه كما تعلمها من الأبوين آدم وحواء وكسروا بالأقمصة من الجلد. فهنا بدأ الطريق اللي بالإيمان. شكرا. كتاب بيقول في عبرانيين 9:22 بدون سفك دم لا تحصل إيه؟ مغفرة. تعال بقى القايين، إيه اللي عمله قايين؟ ومن هنا جه السؤال اللي حضرتك تكرمت واستخدمك الرب في الحلقة فيه وفي التساؤل. الفكرة كلها إن قايين أول ما جاي قدم، قدم بقواه، قدم من ثمار الأرض اللي ملعونة. كلام ده لما وقع آدم وأيضا حواء كما ذكر في تكوين أصحاح 3 كان فيه دينونة أو عقاب على الاثنين. وفي نفس الوقت بيقول له في عدد 17 إن الأرض مالها؟ ملعونة بسببك، بس كده ولا صحيح. فالارض اي حاجه هتطلعها تبقى ايه؟ ملعونه ومرفوضه بالضبط. لكن قدمها بمجهوده، قدمها بقوته. الحاجه دي ربنا حذرنا عنها امور كتير. فمما يؤكد ذلك ان ده تدين وطريق مرفوض، اعني تدين ظاهري وليس ايمان حقيقي، ده اللي قاله الكتاب في كلمه الله بكل وضوح في رساله يهوذا القصيره وعدد 11 بيقول ويل لهم لانه سلكوا طريق ايه؟ قايين. في الوقت اللي بيقول الله قبل هابيل وقربانه ونظر الى قربانه وقبله، في الوقت بيحذر من طريق قايين. في سفر حزقيال اصحاح 44 ربنا كان بيعلمنا حاجه، بيقول يا جماعه عايزين تلبسوا وترتدوا ككهنه او كلويين، ترتدوا من كتان اللي هو البذا نقيا البهيا. اخذت بال حضرتك ليه؟ قال ما تلبسوش صوف. ليه ما تلبسوش صوف؟ الصوف يعرق، فكان يرفض الرب ما يعرق. والعرق اشاره لجهدي انا، مجهود وذبيحتي انا. ورغم هذا العرق طلع وراء العرق مش إنسان مسالم، طلع إنسان إرهابي. فأول إرهابي في الكون قتل ربع المسكونة هو قايين. مش العالم كانوا 4؟ آدم حواء وبعد كده قايين وهابيل بالترتيب. فأول الأربعة دول لما قوم قايين ثلاث حاجات عملها قايين: كلم أخوه، قام عليه، قتله. في الكتاب المقدس في يوحنا الأولى أصحاح 3 وعدد 12 بيقول لنا خلي بالكم من قايين. قايين من الشرير وأعماله شريرة، ليس كما كان قايين. قايين من الشرير وأعماله شريرة. ليه؟ قام على أخيه. في العهد القديم قتله في تكوين 4، بالجديد ذبحه. في يوحنا الأولى 3 زي ما ترى حضرتك ذبحه. في اللغة اليونانية جاية إيه؟ ذبحه كالجزار. بلا شفقة. وده اللي ممكن نشوفه في الوقت الحالي، كثيرون يذبحون أقرب من لهم.
أقرب من لهم في الإنسانية في أي شيء مما نجده في الوطنية في القومية في مشاركتهم في الأراضي أو غيرها. لكن بيطلع الإنسان وراء هذا التدين الظاهري وأسفاه بيطلع قتال. ده بيشبه مين؟ زي ما قال كتاب في يوحنا 8 وعدد 44، دول أب وهو إبليس وأعمال أبيهم بيعملوا إيه؟ لقتالا منذ البدء. فالشيطان عمل فقاهين، فنجد ناس متشيطنين من شطنة، وشطنة في اللغة معناها انحرف. فالإنسان أنا ممكن أطلع متشيطن، ولكن لولا نعمة الله الغنية ودم الرب يسوع المسيح له كل المجد، أمين، ما كنا نجلس الجلسة دي، صحيح، ما كنا نتكلم بهذه الكلمات، ما كنا نوصل هذا الحديث. لكن دم الرب يسوع المسيح دما كافيا، دما شافيا، دما عافيا، دما وافيا، وافيا لكل احتياجات الإنسان أمام الله. شكرا. الكتاب بيقول في خروج أصحاح 12: أرى الدم وأعبر عنكم. فهنيئا لهابيل وأمثاله، حتى لو يصعب علي قوي إن الأربعة دول اللي مكونين العالم، أولا قايين، عفوا آدم، وبعد كده حواء، وبعد كده قايين، وبعد كده هابيل، اللي مات أصغر واحد في البيت، مش كده ولا لا؟ نعم. وأول حادثة أليمة جدا. ومن هنا أنا بشجع اللي انتقلوا ليهم أولاد أو بنات في الدول بطريقة قاسية أو أليمة، أثق أن الرب يعز المتضعين. آمين آمين.